أعزائي المتابعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم ألوف في قناة محمد أفندي لهذا اليوم. واليوم معكم في مزارع الفل بقرية البديع والقرفي، وبالذات وفي مزرعة الأخ محمد حربي بقرية القرفي. ونتحدث اليوم عن الفل كما تشاهدون، ومن يحتاج إلى الفل ولا شيء، وإن كان الأزمات هذه والمشكلة هذه الآن وقفت المناسبات ووقفت كل حاجة، فالحمد لله احنا الآن نستمتع بهذا المنظر علشان ندخل على أنفسكم في منازلكم، وألزموا منازلكم. وإحنا إن شاء الله بإذن الله من خلال هذا العمل ومن خلال الأعمال الكوميدية إن شاء الله ندخل على أنفسكم البهجة والسرور، حتى الله يجلي عنا هذه الغمة ويبعد عنا هذا البلاء وعن جميع المسلمين. واليوم معنا العامل عبد الله، إن شاء الله يحدثنا بإذن الله عن الفل وعن موسم الفل، لأن احنا اليوم في موسم الفل. هذه كلها مزرعة ما شاء الله تبارك الله، وإلى الشرق كلها فل، وهذا المشهد وهذا المناظر كلها إن شاء الله تستمتعون بها في القناة إن شاء الله اليوم بحول الله وقوته. ننزلها لكم اليوم عندما نروح بس شوية كذا حتى نخلص التصوير، وإن شاء الله تستمتعون بهذا المنظر الجميل في مزرعة الأخ محمد حربي يحفظه الله. فالآن مع الأخ عبد الله. يا أخ عبد الله حدثنا، حدثنا يا عبد الله عن كل هذا، وكيف الآن يعني لحنا ما تجمعنا ويروح توقف لحنا ولا مثل أيوة يروح ما شاء الله تبارك الله. هذا الأخ العامل الفنان الممتاز والطيب التقينا به وتتشرف به القناة إن شاء الله اليوم، وهو يعرض لنا الفلة علشان ترون على الطبيعة ما شاء الله تبارك الله. هذه عينة إن شاء الله، إن شاء الله عينة ما شاء الله، خلاص هذه معناته بعدين برجعها له، هذه لي، هذه هدية منه خذناها، وهذا الآن في موسم الفل، والآن مع الوقت هذا إن شاء الله يخلصون كل العمال جنايه الآن في المزرعة ويأخذونه ويذهبون به إلى السوق. وهذا مشهد اليوم ومنظر عن الفل في قرية القرفي، وما شاء الله تبارك الله المزرعة فيها خير وفيها كل ما شاء الله تبارك الله كثير كما تشاهدون المزرعة. هذه المزرعة بس على طول التصوير، وبعدين في الجهة الشرقية عاد كما لقيت لكم أن المنظر من الشرق موجود، والحمد لله. نتمنى لكم إن شاء الله المتعة، وإذا أعجبكم الفل والفل ما حد يكرهه، ولا الفل منظر جميل ورائحة زكية، وأتمنى من الله أن يوفقنا وإياكم وأن يحمينا وإياكم وجميع المسلمين، وألزموا بيوتكم الله يحفظكم، ولا تنسونا من الاشتراك واللايك، ويحفظكم الله، محبكم أبو مطران الحربي.